بحياتي ما جمعت وراق مثل ما جمعت بسنتين بألمانيا. إذا بدك تروح تقدم على شغل وراق وراق وشهادات وشهادات وشهادات، بس كلهم معنون مهمين قدام المهنة التدريبية، أو خلينا نقول إذا أنت عندك عن جد أو سبلون. الاوس بيلدونج هي تدريب مخصص لمهنة معينة. مثلا انت كممرضة حابة تكوني ممرضة في ألمانيا، فلازم تدخلي تعملي اوس بيلدونج اللي هو كرانكنشفيستا. عنا بسوريا هي عبارة عن دراسة 3 سنين أو 4 سنين، ماني متذكر قديش ممكن تكون الدراسة، لكن هون بألمانيا هي عبارة عن تدريب مهني كمان 3 سنين، تتقاضى العاملة أو المتدربة الراتب من بين 700 لحد 1000 يورو، بتتراوح حسب عدد ساعات التدريب. وبعد التخرج تصبح موظفة تتقاضى راتب ما بين 1500 لحد 2000 يورو، وقد تتجاوز أيضا أكثر حسب عدد ساعات العمل. هذه المهنة مطلوبة جدا في ألمانيا، وطبعا فيكن كلياتكن حتى الشباب يقدموا على هي المهنة، وبالتوفيق لكم جميعا. في رأس الشافر.